الأستاذ بجاش الأغبري المناضل في الحراك الجنوبي المعروف. أستاذ بجاش، أنت كنت قد أدنت الإهانة لرمز وطني وهو العلم، وقلت أن هذا ليس من أخلاق المناضلين ولا من أخلاق الثوار. ما هي أيضا تقييمك أيضا لأداء مجلس القيادة الرئاسي كقيادي في الحراك ومعروف بالسبق؟ أولا أنا أتحدث في إطار ما يخص الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية الحقيقية وليست المصطنعة. أقول بأنه إحنا كقيادات حراك جنوبي ومقاومة جنوبية نحن هذا الفعل ندينه ولا نرضى فيه، لأنه ليس من شيمنا وليس من أدبيتنا. وفي نفس الوقت أقول أنه ما يتصدر المشهد السياسي باسم القضية الجنوبية ليسوا إلا مجرد أدعياء. يعني بالأمس كانوا في الضاحية وقم، واليوم في أبو ظبي. هؤلاء مجرد أدوات هدفهم يتمثل كالتالي: أولاً الإساءة للقضية الجنوبية، الإساءة للمناضلين الحقيقيين للحركة الجنوبية والمقاومة الجنوبية، فقد عاثوا فساداً في الجنوب، شردوا المناضلين الحقيقيين الذين قاتلوا في داخل عدن. أين هم؟ أين من قاد المقاومة الجنوبية في داخل عدن؟ نعم. أما قتيل أو سجين أو مشرد أو خائن وعميل في نظرهم عبر الإعلام المدفوع الأجر، فهذا مهمتهم، إلى جانب أنهم أساءوا للنسيج الاجتماعي الجنوبي وغرسوا المناطقية والعنصرية المقيتة التي ليست من أدبيات أبناء الجنوب ولا من شيمهم أخلاقهم. لكن في الجانب الآخر بالنسبة للتعلق بالمجلس الرئاسي، هذا المجلس الرئاسي دافع نفسه، نتحدث كمقاومة جنوبية وكحراك جنوبي. نعم، أنتم كمقاومة جنوبية هل تجدون أن هذا التمكين وهذا الأسلوب وهذا الأداء وبهذه الطريقة سينصف القضية الجنوبية وسيأتي بالجنوب كما يقولون؟ لا، بالعكس، أنا وضحت بأنه هذا مهمته الإساءة للجنوب والقضية العادلة. وهل سيأتي الجنوب عبر أدوات تتبع الخارج؟ لا يمكن، من المستحيل، من سبب المستحيل أن يأتي على يد هذه الأدوات والجوزات والأبواق المأجورة. نعم، وما هو إذن الاتجاه الذي تمضي إليه الأحداث والأمور بهذه الطريقة من وجهة نظرك أيضا كمراقب؟ الأحداث تمضي إلى الأسوأ، لأنه التعبئة والعنصرية والمناطقية والارتماع بالعمالة والارتزاق باسم القضية الجنوبية هو السائد في الوقت الحاضر. هو السائد، هو يقود إلى أسوأ ولا يقود إلى شيء كما ترى الأستاذ لا بالجاش. يمكن على الإطلاق. نعم. ولا يمكن أن يكون منتجا أو منصفا لقضية. بالعكس، مدمر للقضية الجنوبية. هؤلاء اعادوا القضية الجنوبية 50 عاما إلى الوراء. نعم، بالعكس، هؤلاء اعادوا القضية الجنوبية 50 عاما إلى الوراء. شكرا لك أستاذ بجاش الأغبري القيادي في الحراك الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف.